أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات على برنامج الستريتر. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار توك توك. الشعار بسيط ولكن يحتوي على بعض المهارات الاحترافية اللي راح نتعلمها من خلال تصميم هذا الشعار. في البداية نفتح مقاس 500x500 بكسل. الآن راح نضيف مساحة مربعة على المساحة كلها، وراح تكون اللون أسود حتى تكون خلفية للتصميم. نجي إلى طبقات، إلى هذه الطبقات، راح نقفل هذه الطبقة حتى تكون مقفولة، وبالتالي ما راح تتأثر عندما نرسم الأجزاء الأخرى. ولكن ما نقدر نرسم بهذه الطبقة، لابد أن نفتح طبقة جديدة لأن هذه الطبقة مقفولة. جيد، الآن راح نجي نرسم دائرة. طبعا نختار الإليبس، وطبعا نفعل الطبقة اللي أضفناها لاحقا. راح نضغط على شيفت ونرسم بهذه الرسمة تقريبا. راح تكون المساحة لون المساحة نون بلا لون، ولون الستروك راح يكون بلون أبيض. نضغط كليك هنا على الستروك ونتأكد انه هذا الخيار اللي هو المفعل اللي هو Align Stroke to Center. طبعا في حال لو كان هذا الستروك هو المفعل بالنص، اذا نجي هنا نزيد بالمساحة اذا نلاحظ انه الستروك راح يدخل الى الداخل. احنا ما نريده يدخل الى الداخل، نريده يكون بالمنتصف حتى الدائرة تكون كبيرة. وراح نختار قيمة معينة وليكن 25. ممتاز، الان هذه الدائرة راح نخليها بهذه المنطقة، نستنسخها مثلا بهذه المساحة. الان راح نضيف خط بهذه الطريقة لاين، ومن هذه النقطة من ربع الدائرة نضغط شيفت ونرفعها إلى هذه المنطقة. جيد، الآن هذه الدائرة اللي استنسخناها راح نخليها بهذه المنطقة بحيث تتلاصق الأطراف. يعني نتأكد أنه الأطراف متلاصقة. جيد، طبعا نرفعها إلى الأعلى بهذا الشكل. ممتاز، الآن أصبح عندنا حلقتين مربوطتان بخط بهذه المنطقة. جيد، الآن راح نقتص هذا الجزء، هذا كله راح نحذفه، وهذا الجزء ربع من الدائرة راح نحذفه أيضا. طبعا فقط نتأكد بهذه المنطقة هنا، هذه الدائرة تحتاج أنه تكون ملتصقة تنزل إلى الأسفل، أو ممكن ترفع تنزل إلى الأسفل. ممتاز، الآن جيد، الآن نجي إلى علامة المساحة. هذه طبعا ممكن راح نلقى الريزر، نختار علامة المقص، وطبعا راح نحدد هذه النقطة وراح نحدد هذه النقطة. هذا الجزء راح يتم قصه، وأيضا نحدد هذه النقطة ونحدد هذه النقطة. الآن نجي إلى أداة الدايركت، هذه أول أداة أو سيلكشن. نجي نحدد هذا الجزء وديليت، ونحدد هذا الجزء وديليت. جيد، الآن راح نرفع الدائرة إلى الأعلى بهذا الشكل. راح نحدد كل هذه الأجزاء ونجي إلى Object، ومن ثم Path نجي إلى Join أو اختصار Control J. أصبح عندنا الشكل بخط واحد مجمع. جيد، الآن هذا الشكل الأول راح ننطي لون أحمر، طبعا ننطي للستروك وليس للون، وراح نستنسخه، نخليه مثلا بهذه المنطقة، وراح نعطيه لون سمائي، هذا اللون اللي هو السمائي. طبعا ممكن نخليه بهذا الشكل بهذه الطريقة. الآن راح ندمج اللونين السمائي مع الأحمر حتى يعطينا اللون الأبيض. طبعا نحدد هذا الجزء اللي هو اللون السمائي، ونروح إلى قائمة ويندو، ونجي إلى الخيار ترانسبيرنسي، ومن علامة الدمج نختار الدمج اللي هو لايتين، هذا الدمج. طبعا نتأكد انه نحدد الشكل اللي هو اللي سمائي، هذا الشكل السمائي نتأكد من عنده هو هذا السمائي، ومن خيار الدمج نختار لايتين. جيد، اذا لاحظ انه اصبح عندنا بهذا الشكل اللي هو الدمج ما بين السمائي والابيض والاحمر. هذا هو شعار شركة توك توك. طبعا تعلمنا بكيفية الدمج وكيفية توصيل الخطوط.
الخطوط وكيفية القص. نتمنى أن تكون محاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.